اميجوس، انا ميرو. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وبعتذر اذا كانت الاضاءه شويه مش منيحه لانه الطقس برا مغيم، فمره الاضاءه هيك شايفينها منيحه، مره راح تكون الاضاءه كتير سيئه. المهم فيديو اليوم هيك خرافي راح يكون. راح اشارك معكم كيف فيكم تستعدوا لسنه دراسيه جديده، كيف هاي السنه الدراسيه تكون بروداكتيف، كيف تكون عندكم هاي الانرجي وهاي الباور اللي بتشوفوا فيها هيك سنه دراسيه بيرفكتو. كنتوا اول مره بتشوفوني، اهلا فيكم في القناه. انا اسمي ميرا المرموره الحلوه الاموره. اوكي، الناس راح تسوي لي بلوك مش اشتراك بعد هالكلمه. المهم اشتركوا وحطوا لايك لهذا الفيديو، تابعوني على الانستغرام، هناك بشارك معكم يومياتي وبدردش معكم وبشارك معكم كثير تفاصيل بعيدا عن اليوتيوب. واذا شفتوا هالفيديو هذا مفيد وراح يغير حياه ناس وراح يساعدهم، بليز شاركوه مع اصدقائكم، مع كل الناس اللي بتعرفوها. بعد العطلة وبعد الكسل وبعد النوم وبعد نتفليكس وكل هالشي، صراحة بكون أحيانا هيك منقسمة لنصين سكيزوفرين، بكون يا أما متحمسة كتير ورح أشوف رفقاتي ورح أشوف ناس وهيك، وبنفس الوقت بكون كارهة جدا ومتعودة على العطلة والكسل. خاصة أنا دايما بحكي لكم أنه أنا بعيدا عن الفيديوهات أوكي عم تشوفوا جزء من حياتي، ولكن أنا ماروكو بحب النوم كسولة وبحب الأكل. أول نقطة ومهمة جدا أنه إحنا نعدل نومنا، سو المعروف والمتداول في الصيف أنه إحنا بنكون بنسهر لساعات متأخرة وبنصحى يومكم مع الظهر، وناس بعد العصر وناس في المغرب، كل حدا فينا شلون. فلهيك أهم نقطة أنه إحنا نعدل نومنا، نبلش الأسبوع الأول هو أسبوع محاولة، والأسبوع الثاني بيكون تطبيق صارم. وأنا صورت لكم فيديو بيجنن عن هالشي، شاركتكم فيه كل الطرق اللي بتجنن اللي بتساعدكم أنكم أنتوا تصحوا بكير، فرح أحط لكم الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس، كمان يظهر لكم إشعار يا إما هون أو هون. فلازم تحضروا هالفيديو، الفيديو هداك عن جد مفيد جدا ومسلي يعني بنفس الوقت، أنه راح يكون فلوج. طوال سنوات الدراسية كل ما بقدم على سنة جديدة بسأل الناس اللي أكبر مني في السن، بالله شو هي الشابيترز اللي مشتركة مع السنة اللي قبلها، كيف هني الأساتذة، كيف تعاملهم، مين الأستاذ الصارم، وبفهم التكتيك الأساتذة عشان أكون مستعدة ومهيئة لهالشي. بنفس الوقت بكتشف شو هي المواد، بطلع عليها سواء كان في الانترنت سواء كان في الكتب الإلكترونية، أو بروح للمكتبة عادي وبشوف شو هني هدول المواد، أو ممكن تاخذوا من عند أصدقائكم اللي أكبر منكم سنة، تاخذوا من عندهم الكتب تكتشفوها وهيك تاخذوا نظرة شاملة. أنا بشوف هالشي هذا كثير مهم عشان حتى تشوفوا شو هي الدروس المشتركة، وتكونوا فيها الأيام القليلة اللي قبل العودة المدرسية بتراجعوا هدول الدروس، أو على الأقل تنظموا مكتبكم، تتخلصوا من الكتب القديمة تبع السنة الماضية، ولكن الكتب أو الكراسات أو المراجع اللي أنتم راح تستحقوهم في المستقبل لهي السنة الدراسية المعينة، فتدركوهن عندكم. فالشي كثير مهم ونقطة أبدا لا تستهينوا بيها. ومن هالنقطة هاي نجي للنصيحة اللي بعدها، أنكم أنتم تراجعوا الشابيترز المشتركة اللي درستوها السنة الماضية وراح تزيدوا عليها هاي السنة الجديدة. وبنصحكم كمان انه كل الملفات هدول اللي انتو درستوهم في السنة السابقة وراح تكملوا عليهم لهاي السنة الجديدة انكم تحطوهم في كورنر خاص، فكل ما استحقيتوا انكم تتذكروا او تسترجعوا معلومات قديمة تكونوا عارفين انه حطيها في الكورنر هذا المعين، فهالشي رح يسهل عليكم ورح يربحكم كتير وقت. كمان هالشي هاد من البروتوكولات او الطقوس المقدسة بالنسبة لإلي، انه نسوي تغيير ولو بسيط في الغرفة تبعنا. ما بحكي لكم اوه لازم تشتروا اثاث تجديد وتتخلصوا منه كل سنة، طبعا هالشي هذا مستحيل ما حدا بيسوي هيك، ولكن المقصود بكلامي انه مثلا السرير كان على الناحية هاي، يلا خلينا نغيره على الناحية هاي، مثلا المكتب كان على الناحية هاي، خلينا نغيره على الناحية هاي. تفننوا كأنكم مهندسي ديكور عشان التغيير بيعطينا طاقة ايجابية، بينما الروتين متعودين بشي واحد رح نحس احيانا بالملل. فانا متعودة انه كل سمستر لازم اغير الديكور تبع غرفتي، هالشي يعطيني طاقة ايجابية انه كأنه بداية جديدة. شايفين هي ديتيلز بسيطة بتساعدنا انه احنا نغير المود ونغير الجو ونرجع بطاقة جديدة. النصيحة اللي بعدها، انا صراحة خلافا عن الكتب وهي الاشياء اللي انا يعني لازم اشتريهم، فبحب اشتري مثلا اجندة زي هيك مثلا اكتب فيها الهومورك اللي علي او الديدلاينز اللي علي، فيني ادوم فيها اهم النوتس، بشتري كمان فلاش كاردز بكتب فيها مثلا تعريفات كتير تساعدني في الحفظ، يعني هيك شغلات كيوت هيك بسيطة بتخلي المذاكرة ممتعة اكثر. النصيحة اللي بعدها اللي خاصة موجهة للاطفال اصروا عليها، انه دايما في شنطتكم لازم يكون في معقم وفي ماسك. صرنا هلا اشهر متعودين على جائحة الكورونا،
الله يخلصنا منها يا رب في اقرب فرصه. خذوا دايما معكم المعقم في شنطتكم عشان اول ما بتلمسوا شيء بتعقموا يدكم. المتداول عنا انه قبل باسبوع من الدراسه غالبا هالشي بيصير، ما بعرف كل دوله يختلف في نظامها، انه بيعطونا الجدول الدراسي تبعنا. فالجدول الدراسي بما انه شيء جديد فياخذ معنا وقت لنحفظه. لو انتم تطبعوا هالجدول هذا وتعلقوه على الحائط باسبوع هيك رح يترسخ في بالكم وتصيروا عارفين كل يوم انتم شو رح تاخذوا بدون ما تطلعوا على هالجدول هذا. وبأن عم نحكي على الجدول الدراسي ننتقل من هون لنصيحة تانية. على ضوء هالجدول هذا سووا روتين خاص فيكم للمذاكرة. خليني يا جماعة استرجع معكم شوي من هيك من ذكريات تونس. لما كنت بدرس هيك في المعهد وفي الثانوي، احنا في تونس عنا يوم الاحد هو يوم عطلة، يعني ما بيكون في دراسة، على عكس بعض الدول الثانية بيكون يوم الجمعة عندهم هو العطلة. احنا في تونس كان عنا يوم الاحد، كنت بخصص يوم الاحد هاد الصباح للحفظ. مثلا للظهر كنت بسوي فيه الحمام التقليدي تبعنا التونسي، بخصه للعناية بالنفس لطلعة لأساعد ماما، وبعدين في الليل بخصه مثلا لمادة علمية. ويوم السبت غالبا ما يكون فيه الساعات الخصوصية تبعي، ويوم الجمعة هو يوم المراجعة مع أصدقائي في المكتبة. وهيك فأنتوا سووا جدول خاص فيكم وتفننوا فيه ودخلوا فيه الترفيه والتسلية عشان ما تكونوا بس هيك دراسة دراسة، لأنه النفس بالنهاية بتزهق من كل هاد كله. لازم تكون عندكم رؤية وهدف دراسي معين. في ناس تختار مثلا انه هدفها الدراسي انها تجيب معدل معين او تاخذ رتبة معينة. انا بنصحكم انكم انتم ما تركزوا كتير مع الخارج. اوكي منيح انه احنا نكون الاوائل، منيح انه احنا نجيب معدل كتير عالي، ولكن لو ركزتوا اكتر على حالكم ونافستوا حالكم وطورتوا من حالكم، كان شغلكم الشاغل انكم انتم تخلوا من حالكم نسخة افضل، المعدل رح يجي وحده والرتبة العالية رح تجي لحالها. فمثلا خلي هدفك انك انت to be consistent، يعني تكون مستمر في المذاكرة تبعك، انه تتخلص من التسويف، انك مثلا تركز على جودة الدراسة اكثر، اشياء زي هيك. وهلا رح استرجع معكم هيك شوي ذكريات لما كنت بدرس هيك في الاعدادي وفي الثانوي. كنت بحط انه هدفي قدامي، سواء هالشي كان جامعة او اي شيء، هيك صور بعلقهم على الحائط، او ممكن اكتب هالهدف هاد، او ممكن اكتب كوت ايجابية، وتكون عن جد غرفتي كلها مليانة بهالشي. لا تكونوا متضايقين او تزعلوا انه انتم لسه ما عندكم هدف جامعي معين او كلية معينة بدكم الفتولها، هالشي طبيعي، هالشي بيصير معنا كلياتنا. حاولوا انكم تملوا الغرفة كلها بالطاقة الايجابية، والمكان اللي بتذاكروا فيه خلوا فيه إضاءة حلوة تفوت له الشمس، هاي كل هالأشياء البسيطة تعطي طاقة إيجابية مش طبيعية. بنعرفوا كلنا قديش تأثير الشمس على هرمون السعادة. انتم العالم اللي مستقرين في بلد ثاني بعاد عن أهلهم، أو مستقرين في مدينة ثانية ومعتمدين على حالهم 100%، فبنصحكم انكم هيك بتسووا فطور صباحي صحي. بنصحكم انكم تصحوا قبل بساعة على الأقل من المحاضرة تبعكم عشان تقدروا تسووا فطور صحي، ولا تقدروا تروحوا للمحاضرة تبعكم وتقدروا تركزوا وتعطوا. كمان نقطة كثير مهمة، معروف الصيف انه موسم المسلسلات، كلنا بنحضر مليون مسلسل في الصيف ومليون فيلم. طيب الفيلم مش مهم لانه ساعتين وبيروح، بس المسلسلات التركية يا روحي يا ماما يا عيني، والهندية يكون طولها طولين وعرضها عرضين اطول من برج ايفل. حاولوا انكم تخلصوا هدول المسلسلات او تتركوهم. ما عندكم حل، لانه في الدراسة ما رح يكون عندكم وقت، بنفس الوقت هيك بدكم تحضروا المسلسل عشان تشوفوا الاحداث اللي بتصير. طبعا انا ما عم اقول انه انتو الغوا الترفيه 100%، لا، خلوا الترفيه موجود. اذا انتم تدرسوا في جامعات وجامعاتكم صعبة فحاولوا انكم تتجنبوا المسلسلات. النصيحة اللي بعدها والمهمة جدا انه يكون عندكم سكادجول او كالندريي. رح خليكم تحت في الديسكريبشن بوكس موقع تقدروا انكم انتو تاخذوا منه كل شهر من سنة 2020 او سنة 2021 ان شاء الله هذا الشيء في المستقبل، تبعوها وخطوا فيها. مثلا يوم 19 ديسمبر عندكم المادة الفلانية، يوم 20، يوم 28 عندكم امتحان معين، فتكون عندكم رؤية معينة للي رح هالشي كثير بيساعدني انا شخصيا في دراستي. هلا رح انهي الفيديو بحكي لكم عن التطبيقات ساعدتني. اللي بتابعني على الانستغرام بيعرف انه انا بلشت لتحضيري لامتحان USMLE، ان شاء الله في المستقبل احكي لكم عنه اكثر لما بكون انه انا جاهزه احكي عنه. فالتطبيق هذا اسمه جرين فايتر، للناس مثلا اللي رح تمتحن امتحان USMLE، كمان حتى الناس الثانيه فيكم تستعملوه. التطبيق هذا بيساعدكم انكم انتم تكونوا منظمين وتعرفوا شو عليكم وتكونوا ابديتد في المواد. مثلا اليوم الفلاني انا رح ادرس
مثلا ساعتين في المادة هاي. حتى المراجع فيكم تكتبوها في هالتطبيق هذا عشان انتو تكونوا عن جد كتير دقيقين. اني من النوع اللي بينسى كثير، فهالتطبيق هذا كثير بصراحة يساعدني. كمان في تطبيق ثاني كثير حلو وصراحة عم حس انه عم بيفيدني، اسمه Alarmy. هاد تكتب فيها المشن او المهمة اللي انت لازم تسويها، ولو ما انت تسويها بيضل يرن حتى يقرفك في عيش. الا لما انت تسوي هاي المشن فانت تقرر انه انت خلاص انا راح اسوي هالشي، فبحسه انت سكيكينج ماي اس، يلا روحي انضبي يا بنت، روحي ذاكري وخلصي اللي عليكي. هدول هني يا جماعة النصائح، بتمنى انكم استفدتوا وطلعتوا من هالفيديو بشيء مفيد على الاقل، ولو نصيحة واحدة انه حسيتوها جديدة او فادتكم. اي شيء عن جد، اي تطبيق تحسوه مفيد او اي معلومة تحسوها مفيدة ممكن تفيدني انا او تفيد غيري، بليز 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 اكتبونا تحت في التعليقات. خلينا كلياتنا نشارك المعرفة، خلينا كلياتنا نشارك الطاقة الايجابية. انا صديقتكم ميرا، بحبكم 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 كثير. اشتركوا في القناة اذا بعدكم ما اشتركتوا، حطوا لايك لهذا الفيديو، تابعوني على الانستغرام، وان شاء الله فيديوهات كتير بتجنن جاية في الطريق. وكمان لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع رفقات، ديروا بالكم يا عمري الحلو على حالكم واحلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامات يا هوا، بسلامة، باي.